المصالح الصحية بمختلف أنواعها، إدارة صفقاتها المالية في اقتناء العتاد والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية دون الرجوع إلى المراقب المالي. إجراء وصفه أهل الميدان بالقفزة النوعية في مجال تسيير المؤسسات الصحية، تقول نسيم الوفي. بعد أن كانت كل الصفقات سواء الكبيرة أو الصغيرة التي تأتي بطلب من مدراء المؤسسات الاستشفائية تمر على المراقب المالي أولا، ها هو قانون الصحة الجديد يمنح للمدراء كل الصلاحيات في إدارة الصفقات دون اللجوء إلى المراقب المالي. Pendant longtemps, des gestionnaires qui nous ishtkiou ala le contrôle préalable qui est un frein pour la gestion de la santé. Par exemple, باش يشري مدير نتاع أي مصلحة صحية حاجة صغيرة، دونك يلزم دي فوا دي سيمان ولا دي موا باش يجيبها، باسكو يلزم الكونترول في المراقب المالي يلزم يسني عليها. ولكن دروك دونك جو بونس حاجة مليحة، بيسك لا نوفيل لوا سانيتير هذه نحات pour tout ce qui est les dépenses publiques, là, le contrôle préalable, par exemple pour la gestion du personnel. التخلص من البيروقراطية وعدم عرقلة تسيير المستشفيات هو الهدف من هذا الإجراء الذي استحسنه أبناء القطاع الواحد. C'est pour faciliter la gestion des établissements de santé. باش تسمى على بالك la gestion des établissements de santé. Des fois, c'est l'urgence. لازم ياخذ une décision tout de suite. قال البياسة هذه ما كانش لازم تجي immédiatement, etc. سيعطي طابع أو نمط جديد لتسيير خاصة المالي للمؤسسة الصحية، مما يسمح للمستشاري وإدارة الصحة باتخاذ إجراءات في حينها والتكفل في يعني في أحسن ظروف وفي يعني في وقت ميزي. اكتفاء المراقب المالي بتسيير أجور الموظفين ومتابعة الصفقات بعد إتمامها يساهم بشكل أو بآخر في تحرير المستشفيات من بيروقراطية الإدارة. صحيا دائما.